الحقيقه بالنسبه للراديوجرافيك جريدز هنلاقي ان الهاي ريشيو جريدز اللي هي لها هاي جريد ريشيو والهاي فريكونسي جريدز نتيجه ان فيها اجزاء كتيره بيبقى فيها ستريبس فبتمتص اكس راي اكتر فبتزود البيشنت راديشن دوز. طبعا احنا بنزود البيشنت راديشن دوز ليه؟ احنا عايزين في الاخر توصل لنا كوانتيتي معينه في الايمج ريسبتور. فلما احنا بيمتص مننا مثلا 20% من الكوانتيتي بتاعت الاكس راي داخل الجريد يبقى معنى كده انا لازم ازود البيشنت دوز، لازم ازود الكوانتيتي بتاعت الاكس راي اللي طالعه لي من السورس عشان في الاخر بعد الجريد تديني الكوانتيتي اللي انا محتاجها. فبالتالي لما احنا بنستعمل الهاي ريشيو او الهاي فريكونسي جريد لازم البيشنت دوز بتبقى اعلى، لازم لما نيجي نادجست البارامترز بتاعت التصوير لازم نحط مثلا الملي امبير سكند يبقى اكتر شويه او الكي في بي يبقى اكتر شويه بحيث تعوض لنا اللي هيفقد في داخل الجريد. طبعا للاسف ده بيأثر لنا على البيشنت دوز الفعليه لان عندنا كميه اكبر من الاكس راي هتعدي داخل البيشنت، فدي طبعا تعتبر سايد افكت او تعتبر يعني حاجه مش كويسه بالنسبه لاستعمال الراديوجرافيك جريدز. زي ما بتكلم هنا بالظبط لو احنا بنتكلم على لو احنا بنستعمل جريد التكنيك لازم يبقى انكريست. التكنيك عاده بنتكلم على الكي في بي، فبيسكلي لو احنا عملنا كده طبعا احنا ممكن نزود البيشنت دوز اللي هو الملي امبير سكند او ممكن نزود الكي في بي. والحقيقه ده اللي بيحصل يعني الفاكتور اللي احنا لازم نزود بيه الحقيقه بنسميه الباكي او الجريد فاكتور. الباكي او الجريد فاكتور ده بيتعرف ان هو الانسيدنت ريمننت اكس رايز على ترانسميتد ايمج فورمينج اكس رايز. يعني بيسكلي ده الاكس رايز اللي جايه لي من السورس على الاكس راي اللي هي بتبقى في الاخر عدت من الجريد وبتوصل بعد كده تعمل الصوره على الايه؟ على الايمج ريسبتور. فبالتالي بنتكلم ان هي نفسها هي البيشنت دوز ويز جريد على البيشنت دوز وذاوت جريد. فبالتالي الباكي فاكتور ده يقول لي بالظبط انا محتاج ازود التكنيك بتاعي قد ايه بحيث ان انا اقدر اوصل لنفس الايمج كواليتي في الايمج ريسبتور. طبعا بتكلم على يعني لو بتكلم على مثلا امثله لو عندنا جريد ريشيو مثلا لو عندنا مثلا نو جريد بنتكلم على الباكي فاكتور بيبقى واحد. لما بيبقى 5 تو 1 بنلاقي ان الباكي بيتغير مع الكي في بي كمان، يعني بيتغير مش بس يعني بيتغير بس مع الجريد بيتغير كمان مع الكي في بي، فعند ال 70 بيبقى 2 بيبقى 2.5 عند ال 90 بيبقى 3 عند ال 120. فبيسك الافرج بيبقى حوالي 2. لما بتكلم بقى ان انا بوصل ل 16 ل 1 بنتكلم على الباكي فاكتور بيوصل تقريبا بيبقى 6، يعني معنى كده انا بعرض البيشنت لست مرات يعني اكتر في الدوز علشان اقدر استعمل الجريد اللي بالريشيو دي. ودي طبعا حاجه ما هياش يعني لازم يكون عندي سبب وجيه الحقيقه علشان احتاج ان انا اعمل حاجه زي كده. فبيسكلي بنتكلم على the higher the grade ratio the higher the bucky factor زي ما احنا شايفين. اوكي؟ وطبعا لما احنا بنتكلم على الباكي فاكتور له علاقه كمان بالكي في بي وعاده بيزيد بزياده الكي في بي. طبعا بنتكلم ان احنا كل ما احنا زودنا في الكي في بي زي ما احنا شايفين كده الباكي فاكتور عند الكي في بي الاعلى بيبقى اكتر من الكي في بي الاقل.